أكثر من 30 عاماً وهو أحد أعضاء البرلمان الأردني على نحو متتالي، غير عدداً من العادات والتقاليد والسوادي العربية حتى ينصف المرأة. كان له دور كبير في التاريخ الأردني وحتى العربي. قدم ابنه البكر فداءً لتراب فلسطين، وقاوم الاستعمار والاحتلال، وشارك في الثورة العربية الكبرى، وكان يعد العدة كل ليلة لتبقى هذه البلاد قوية منيعة ومستقلة. الكبار لا يموتون ولا يغادرون الذاكرة، فأعمالهم ما زالت خالدة على هذه الأرض الأردنية. الشيخ حمد بن جازي، هنا بيته مليء بالخفايا التي تفوح من جدرانه الثابتة والراسخة هنا في قضاء أذرح بمحافظة معان، نرويها لكم في خفايا الحكاية. مين قال إنه الكبار يموتوا؟ وانغادرت أجسادهم فهم الصالحون، تركوا آثار ما يمحيها الزمن ورح تذكرها الأجيال يوم بعد يوم. هؤلاء هم كراسي البلد فعلا، وخير من جلسوا عليها. هم أولادها المؤمنين بقدسية ترابه وحرمة كل شبر فيها. هنا في معان جنوب الأردن، وتحديدا منطقة أذرح، وعلى ناصية الطريق بيت قول وفعل وخير كبير وكثير، كان وما زال شاهد على مرحلة تاريخية في تاريخ الدولة الأردنية. بيت الشيخ حمد بن جازي زعيم قبيلة الحويطات، ما زالت سيرته عطرة تملأ الأرجاء والمكان. هذا بيت الحمد بن جازي بيت شخصية تاريخية أردنية من أعلام الدولة الأردنية، لعبت دور هام في بداية القرن العشرين. وحابين نحكي تحديدا هذا البيت موجود في قضاء أذرح. قضاء أذرح له تاريخ حضاري إنساني عميق. نحو 60 عام مضت على مغادرة روح الشيخ حمد هذا المكان، لكن خلف هذا الشيخ ما تركوا بيته، هم اليوم يهتموا فيه ويرفعوا من قدره، كأنه الشيخ والزعيم ما زال جالس في صدره، ما ترك مثلب يوم إلا وكان له قول فصل فيها حتى اليوم. هذا المنزل قام وزارة السياحة والأثار بترميمه حتى يخلد ذكرى هذا الرجل، يكون معلم سياحي تراثي يتعرف عليه أبناء هذا الوطن وزوار الأردن. والحمد لله استطاعت وزارة السياحة والأثار بإنشاء مركز زوار أذرح السياحي وبيت حمد بن جازي ليكون منتج سياحي جاذب يسلط الضوء على منطقة أذرح الغنية بمواقعها الأثرية ذات تاريخ الحضارة الإنساني العميق الكبير. أضف إلى ذلك حظينا بزيارات من عدة دول وشخصيات هامة زاروا هذا المكان وتعرفوا على أهمية المكان وصاحب المكان. وهذا المكان يضم في جانباته العديد من المحطات التاريخية الحضارية الإنسانية التي مرت بها منطقة أذرح ومنطقة قضاء أذرح ومحافظة معان. خلال هذا الموقع زي ما أنتم شايفين في منتجات عديدة للسيدات تحتضن في هذا البيت، تم عرض هذه المنتجات من قبل الجمعية، وعشان سيدات المجتمع المحلي يسوقن هاي المنتجات على الجروبات السياحية التي تأتي إلى المنطقة. نحن في هذا الموقع نقدم عدة خدمات، منها كافتيريا سياحية لخدمة الطعام والشراب، بالإضافة إلى استقبال هذه الجروبات من خلال برنامج أردن لجنة. اتركوني أسرد لكم سيرة هالزعيم وأوثقها صوت وصورة، فقد رفض أنه يتراجع خطوة واحدة إلى الخلف. حمل السيف كأحد أهم قادة الثورة العربية الكبرى، وواصل الثبات على المبدأ حتى تحررت بلاد الشام قاطبة. حمد بن جازي ابن البادية الأردنية، وكان له بصمة مضيئة في التاريخ السياسي والنضالي في بدايات القرن العشرين، وقف مع جيوش الثورة العربية الكبرى، وكان له دور إيجابي وساهم مساهمة تاريخية كبيرة في الوقوف إلى جانب الهاشميين وتأسيس مداميك البناء لهذه الدولة، وكان على علاقة وثيقة مع الملك المؤسس أمير عبد الله الأول ابن الحسين، وكان على تواصل هام وقريب جداً في جلساته السياسية والحوارات السياسية الفكرية والاستشارة، لأنه كان الشيخ حمد بن جازي مستشار ويشار له بالبنان بالحكمة والرؤية الثاقبة. 33 سنة ما تكرر زعيم كثير مثله تاريخ هالدولة، وهو مشرع بمجلس النواب الأردني، انتخب فيها بالتزكية 9 مرات، ما طلب فيها الولاية من أحد بل قدموا الشعب، هم يعرفوا نبل رسالته ومبدأه الثابت على الحق أبلج،
لم يختلف اثنان من الإحويطات عليه، فكان شيخ البرلمانيين الأردنيين وحتى العرب. لقب حمد بن جازي في زمن الدولة العثمانية بلقب باشا، وكان من الشخصيات الهامة. أضف إلى ذلك كان على مقربة من التطور السياسي في الدولة الأردنية، بداية تأسيس الدولة الأردنية للإمارة، وكان من أبرز اللي موجودين في المجلس اللي كان في تلك الفترة. كانت الحياة البرلمانية في تأسيسها، ويعتبر شيخ البرلمانيين الأردنيين حمد بن جازي. كان حمد بن جازي أعلى مرجع قضائي في البادية الجنوبية وقاضي القلطة الوحيد، ولم يظلم عنده أحد. كان الوحيد القادر على تعديل سواد العرب، ومدرك لكل قرار يتخذه على العرب في البادية، حتى قال عنه البدو: إن هدم رسم ما حدا يبنيه، وإن بنى رسم ما حدا يهدمه. معروف عنه هذا الرجل الأردني الشامخ ابن البادية الأردني، كان راعي حكمة وراعي فطنة وراعي كياسة، وله بعد نظر استطاع أن يجمع ما بين الحكمة والسياسة، وكان مرجعية عشائرية على مستوى بلاد الشام وشمال الحجاز، ولقب بأخو صيتا، وهذا كان رمز للتفاخر العشائري، حيث يفتخر البدوي العربي الأصيل بأخته، هي رمز الشهامة والكرامة والنخوة. انتصر للمرأة من زمن بعيد. ويروي العلامة الأردني ركس بن زائد العزيزي أن الشيخ حمد بن جازي قدم خدمة إنسانية ستذكرها الأجيال وتذكرها على مدى الدهر، يوم أنقذ المرأة الأردنية من عبودية فرضتها عليها العادات الجائرة والتقاليد البالية، فقد أبطل أولوية ابن العم بابنة عمه، وكان ابن العم أولى بابنة عمه ولو كان مريضاً يصل في مرضه حد العتة، وأبطل غرة المدة، وهي الفتاة التي يجب على أهل القاتل أن يقدموها إلى أهل القتيل مقدمة لمفاوضات الصلح، وتبقى هذه عند زوجها، لا يحق لأهلها أن يدافعوا عنها أو ينتصروا لها أو حتى يطلبوا طلاقها ممن تزوج بها، إلا إذا أنجبت ذكوراً أذكياء أبطالاً، فعندها يستطيع أهلها أن يطالبوا بطلاقها فيحكم القاضي بذلك. طبعاً من خلال بيت حمد بن جازي يوجد منتجات ل35 سيدة، من خلال يعني منتجاتهن اللي قاعدات يسوقنها من خلال الجمعية، ومن خلال كمان الشغل السيدة تشتغل في البيت وبتيجي عشان تسوق المنتجات هاي في بيت حمد بن جازي. نسعى لخدمة بلدنا ونرتقي ليكون الأردن أجمل. كان بيته بمثابة مضافة للجميع، ومكان مبيت وإقامة له، ويستقبل ضيوفه من شتى مناحي المعمورة، فكان هذا البيت حاضن وكبير في مساحاته واتساعه من الداخل. أتمنى أن يعرض هذا المكان من ضمن تتسع نطاق دائرة المثلث الذهبي، ليكون هذا المنتج السياحي من ضمن المحطة الرئيسية في المثلث الذهبي لزيارة السياحي. رأيتم ما قدمه الشيخ الجليل حمد بن جازي للإنسانية عامة وللمرأة الأردنية خاصة حتى اليوم. هنا بيته وهذا أثره، نذكره بكل فخر أن أردنيا كان سباقا بكل خير وشجاعة في كل القضايا الأردنية المجتمعية والعروبية قبل عقود من الزمن، ما زالت الآثار باقية حتى اليوم.